التقى وزير الخارجية الأمريكي إريك تيلرسون كبار المسؤولين الصينيين في بكين لبحث الجهود لوقف البرنامج النووي لكوريا الشمالية والتحذير لزيارة الرئيس دونالد ترامب في نوفمبر المقبل. وتأتي الزيارة في وقت يشهد تحسن العلاقات على ما يبدو بين القوتين العظمتين بعد أشهر من التوتر حول كيفية التعاطي مع استفزازات الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون النووية. وأكد تيلرسون تطلع الرئيس ترامب للقمة المرتقبة وكذلك كل شخص ضمن فريقه. من جهته قال يونغ أبرز المسؤولين الصينيين أن زيارة ترامب تحمل أهمية كبرى للعلاقات الصينية الأمريكية. هذا وأمرت الصين الخميس بإغلاق الشركات الكورية الشمالية على أراضيها بحلول جانفي المقبل. وجاء إعلان الصين بعد أيام على تأكيدها أنها ستضع حد لصادراتها من منتجات النفط المكرر إلى كوريا الشمالية وستحظر استيراد النسيج من جارتها. وتأتي تدابير الصينية تنفيذا لعقوبات فرضتها الأمم المتحدة ردا على قيام كوريا الشمالية بتجربة قنبلة نووية تسبب في زلزال شعر به السكان عبر الحدود في الصين.